أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الفترة المفتوحة الجديدة التي نستضيف خلالها خبير اقتصادي وكذلك باحث فيما يتعلق بمسارات التنمية والاستثمار ببلادنا. قام بأهم وأكبر تجربة لم يسبق إليها أن قام بها أي شخص آخر، تتعلق بتحليل وتفكيك النسيج الاقتصادي والاستثماري بتونس. ضيفنا هو الخبير السيد عدنان الورتاني. مرحبا بك سيد عدنان. بارك الله فيك. مرحبا بك. أنتما أنا قدامي وثيقة، أعتبر أنها في وثيقة غير مسبوقة، لم أرى مثيلا لها من قبل في تونس بهذه الأرقام وهذه المعطيات فيما يتعلق معناتها بالنسيج الاقتصادي والاستثماري في تونس، ليس حسب القطاعات فقط بل كذلك حسب الجهات وبالتدقيق معناتها وبالتوثيق الأمين، انطلاقا من وثائق رسمية صادرة عن جهات ومؤسسات تابعة للدولة على غرار الرائد الرسمي أو المعهد الوطني للإحصاء. أولا نحب نسألك سؤال بديهي، شنو خلفية العمل هذا؟ الهدف منه هو مشروع معناها في مثابة مرصد وطني لكل المؤسسات الشركات الحرة أو العمومية اللي تنشأ في البلاد، لكل الجمعيات، للتمثيليات، للمنظمات الغير حكومية، النقابات، للأحزاب اللي تنشأ كل شهر معناها في على مستوى بلادنا على مستوى 24 ولاية. أنا الهدف منه المشروع هذايا، بما أنه احنا كلنا نعرفه ديما عندنا معلومات متاع مش تفركس على المعلومة ما تلقاش، تلقى متاع عامين ثلاثة من التأخير. هل هذا ميزة من ميزات هالمشروع سكو معناها أنا نخرجه شهريا، وكل شهر منقضي تشوفه معناها يشوفه صاحب القرار وصاحب اللي ناوي يستثمر في البلاد، والا معناها كل رئيس مؤسسه يحب يعرف لونفير الشجرة في على مستوى ال 24 ولايه. وشكون الاطراف اللي معناتها تستهدفها من خلال هذا الانجاز؟ نستهدف اربعه بصفه عامه، اربعه معناها اطراف. الطرف الاول هما اصحاب القرار على مستويات الإدارة، معناها على مستويات كل المستويات، نحب نقول الإدارية، الاقتصادية، الرياضية، الاجتماعية، كل صاحب قرار، السياسية خاصة وبالخصوص، معناها على كل المستويات. هذا نوع. نستهدف نوع آخر، المستثمر الوطني أو اللي موجود خارج البلاد وحب يستثمر في البلاد ويجي في أي نقطة معينة جغرافيا ويحب يعرف وين بيش ينطلق معناها في مشروعه. ونستهدف بها زادة ندير كاتيجوري معناها فئة الأخرانية، هما أصحاب معناها العاطلين عن العمل ويبحثوا معناها في العمل، معناها عاطل ويفركس يحب يبعث في الفرص معناتها التشغيل المتوفر. سؤال آخر، أنت بالكم هذا من المعطيات، كم مهول جدا معناتها يفوق حتى تقريبا أي عمل توثيقي آخر، شنو النتيجة اللي خرجت بها معناتها؟ شنو الحاجة اللي اكتشفتها وما كانوا ما يعرفوهاش برشا ناس بالنسبة للأوضاع في تونس؟ أول حاجة أنا أهم مرجع هو الرائد الرسمي. الرائد الرسمي هما إعلانات بروت يجيو في شكل معناها تقرأ صعب ياسر أنت كي معناها لو تجيبوا أي إنسان يقرأ باش تقرأ تعب معناها باش تقرأ أن سول جورنال معناها جريدة واحدة معناها تتعب إنورم تلمون يد الانفورماسيون معناها من كثر ما فيها معلومات. أنا جيت هيك الانونس بروت رديتها معناها انونس اكسبلوتابل باش تولي كل إنسان يستحقها وتعمل بها ديزالغوريتم، تعمل بها تقرأ معناها تحذر بها معناها أفاقك، تعمل بها ديكورب معناها حبيت معناها ملي تكون اعلانات ستاتيك
يصبحوا معناها دوني اكسبلوتابل تستعمل باش تعاون الناس وتعاون خاصه قلنا اصحاب القرار والمستثمرين تشوف وين متوجه مثلا كل شهر وين متوجه معناها الاستثمار وين متوجه فنجيها فني قطاع معناها باش تعطي فكره شامله صوره عامه. صبر عندك حبيت نسال وانا نحييه على الفكره وخاصه نحن اليوم نعيش ظرف غير عادي خاصة في إطار حصار المعلومة. هناك بعض أطراف في الدولة التونسية تسعى إلى حصار المعلومة. اليوم قال مرجعيته الرائد الرسمي، أحسنت، اليوم لابد المطبعة الرسمية، اليوم المطبعة الرسمية سو بكر تعاني الويلات، تعاني الويلات هذه المطبعة الرسمية خاصة في الفترة الأخيرة شغلوا شباب وشابات ثم طردوهم يعيشوا وضعية غير قانونية. أنه أحييه أنه مرجعيته خاصة في تعويله على مؤسسات الدولة ما يزماش تندثر. ولكن أنا نحب نقول لك، هل ترى أنت ماكش خايف من هالناس اللي تحاصر في هالمعلومة مش ما ياخذوهاش المواطن التونسي ما ياخذوهاش؟ مع العلم لو عرفنا اش صار في 2011 الشركة اللي كانت لابي كل إنسان يدخل ياخذ المعلومة نحاوها فسخوها من الزورديناتور وحطوها في المحاكم، هل ترى أنت باش تقوم بهذا الدور سي عدنان؟ أنا لحد الآن قاعد نقوم به من 2014 إلى يومنا هذا. نعطيك فكرة صغيرة معناها على بربي حاجة سامحوني حبيت نرجع لها واللي هي مهمة. أنا من خلال هالعمل الهدف متاعي الكبير نحب نخلق ثقافة معناها ثقافة عند التونسي باش يصبح معناها كرياتور دو بروجي باش يصبح مبادر مبادر معناتها نتاع باعث يملك المعلومة اللي كان تشوف معدل معناها ساعة ساعة تلقى في بلاصة في معناها ولاية فيها 400,000 ساكن تلقى سبع في الشهر معناها سبع مشاريع فقط. سعد حاب نسألك سؤال آخر، سؤال أخير يتعلق شو برامجك المستقبلية معناتها؟ والله أهم حاجة من المستقبل نحب هالمشروع هذين ربي شاء الله يوفقني ونحطه على اون بلاتفورم ويب باش يصبح بالحق معناها كونسولتي اون بيرمانونس معناها في كل لحظة أي إنسان يجي اللي تعوزك تو الإمكانيات يعطيك صح إمكانيات باش تعمل هالبلاتفورم فقط. أبو بكر نحب نسأل سؤال، هل ترى يسعى لإنشاء شراكات مع الغرف التجارية خاصة الغرفة الأوروبية البنك الأوروبي خاصة اللي صاير اليوم هذا هل تسعى؟ أنا أتوجه بنداء لكل الأطراف اللي معنية بهذا المشروع اللي هو مشروع بحثي علمي توثيقي بالأساس ما عنده حتى خلفية سياسية وصدقوني راه من أحسن المشاريع وأثرها اللي توجد في تونس في يتعلق بالنسيج الاقتصادي والاستثماري في بلادنا وبالفعل يوفر معطيات كثيرة. نشكر مرة أخرى السيد عدنان الورتاني على حضوركم في هذا الفضاء المفتوح وعلى هذه المعطيات ونهنيكم بهذا العمل الكبير ونتمنى لكم كل التوفيق. كما نشكر مشاهدينا الكرام على هذا الاهتمام وهذه المتابعة. أستودعكم الله وتصبحون على ألف خير.